السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أو صباح الخير على حسب توقيت اللي بيشوف معانا الفيديو. لو لسه أول مرة تشوفينا أو تشوفنا ياريت تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم أول بأول كل الإشعارات اللي موجودة معانا لفيديوهاتنا حصريا، وتكونوا أنتوا أول ناس تستفيدوا بيها إن شاء الله تعالى. طبعا أنا موجودة دلوقتي في روكسي في مصر الجديدة، تحديدا في 27 شارع الحجاز. انا صورت فيه كذا مرة قبل كده، بس هكمل لكم تاني العروض اللي هي تبقى موجودة فيه وهتنبسطوا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، شارع الحجاز ده كبير جدا، تمام؟ اللي هيجي اما لو هو جاي من ناحية العبور او عين شمس هينزل قدام بالظبط فرحات، هتشوفوه معانا وانا يعني بصور لكم، انا بعمل لكم بس بالتصوير البطيء عشان تبقوا مركزين في الاتجاهات. الشارع اهو كبير قدام حديقه الميريلاند رايح جاي، وانا كان ظهري اللي كان فرحات، هوريكم دلوقتي فرحات، ماشي؟ مطعم فرحات. فاللي هيجي مواصلات هينزل قدام مطعم فرحات من شارع الحجاز، سواء جاي من عند العباسيه او جاي من اتجاه العبور او جيش السويس، تمام؟ اهو مطعم فرحات اهو يا جماعه، مشهور ومعروف جدا قدام الميريلاند، قدام حديقة الميريلاند في 27 شارع الحجاز. احنا بقى المحل اللي جنبه على طول ليزر ان، زي ما انت شايفين اهو. احنا هنصور دلوقتي الشنط والشوزات اللي في محل ليزر ان، صورت لكم فيه قبل كده، بس المرة دي جايب حاجات حلوة قوي وعروض وحاجات ممتازة. ياريت بجد تتابعونا لحد آخر الفيديو عشان هتستفيدوا جدا جدا جدا، ومش سايبالكم ولا تفاصيل، يعني كل حاجة أنا حطها لكم في الفيديو، مواعيدهم، أسعارهم، الحاجة اللي عندهم، العروض، الأيام، كل حاجة، حتى العنوان. وهسيب لكم برضو الرقم بتاعهم في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت. ويلا نبدأ معانا العروض الجميلة بتاعتهم. معاكم خالد من محل ليزر ام، احنا جمعنا في روكسي مصر الجديدة شارع الحجاز، احنا جنب فرحات على طول. احنا الحمد لله عندنا عروض جميلة جدا جدا جدا. طبعا احنا تاني مرة بنظهر مع قناة فيها حاجة حلوة، تمام؟ احنا عروضنا مميزة جدا وهتعجبكم جدا جدا، والعروض موجودة لحد نفاذ الكمية، صح كده يا مستر خالد؟ تمام يا فندم. تمام، طب مواعيدكم بقى من كام من كام كده عشان الناس تبقى عارفة وتيجي على طول؟ من 10 الصبح لحد 12 بالليل. تمام، كل يوم ما بتقفلوش، صح كده؟ كل يوم يا فندم، احنا ما عندناش يوم بنقفل فيه. طيب يلا بقى نشوف مع حضرتك كده العروض بتاعتنا عشان خاطر ينبسطوا بيها بقى زي ما عودناهم كل مرة. انا شايفه ب 75 جنيه، ده سعر موحد مكتوب عليه اهو، صح كده؟ تمام، كل الكوتشيات هنا عامله 75 جنيه. ده ب 75 جنيه سعر موحد، الكوتشيهات دي كلها. كلها فيها مقاسات بألوانها كاملة. تمام. كل دي يا جماعة ب 75 جنيه. المقاسات من كام لكام يا مستر خالد لو سمحت؟ من 37 لحد 41. من 37 لحد 41، صح كده؟ تمام. ماشي. دي حلوة أوي. أنا شايفة كمان في شنط وفي كمان كوتشيهات بره. وبوتات صغيرة هاف بوت، وكمان يعني حاجات تحفة جدا هنشوفها دلوقتي. يلا معانا، يا رب كل المجموعة دي عجبتكم وكملوا معايا لحد آخر الفيديو عشان نشوف بقية المجموعة اللي عندهم.
some kind of butterfly. Baby, you give me a midnight eye. You whip up my